حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بأبي أبي الضم صال وما له إلا المثقف والحسام نصيره، حزنا على الدين الحنيف وغربة وضما وفقد أحبة وهجير، حتى إذا نفذ القضاء وحتم المقدور فيه وقدر، حتى إذا نفذ القضاء وقدر المحتوم فيه وحتم المقدور، زجت له الأقدار، زجت له الأقدار سهم منية فهوى لقا فاندك ذاك الطور، وهوين ألوية الشريعة نكسا وتعطل التهليل والتكبير، والشمس ناشرة الذوائب ثاكل، والأرض ترجف والسماء تمور، بأبي القتيل وغسله على قدما، وعليه من أرج الثنا كافور، وتحكمت بيض السيوف بجسمه، ويحس السيوف فحكمهن
يجور وغدا تدوس الخيل من وضالعه وغدا تدوس الخيل من وضالعا سر النبي بطيها مستور لا بارك الله يا عوجي فيك من خير دستي على التوراة ودستي على الإنجيل دستي ما من نور يجلي ظلمة الليل دستي صدر حسين برض الغاضرية آه يا عوجي ما تعرفي من وطأتين ذلت رب في حجر ست النساوي دستي يا قشر على صدر خير النبيين بينك وبين الله يا خيل الأعوجية أوالي أوالي دستي على صدره وكسرت ضلوعه زين العباد عاينه وتجري دموعه نحلان جسمه يرتعش ما سكن روعه الغوث لله من فعلكم يا لميه